بطبيعة الحال احنا في بعد معركة الكرامة توسعنا أدى إلى إيجاد صحوة غير عادية. أولا عمان والمناطق الأخرى، قسمنا البلد إلى عدة مناطق، منطقة الشمال مركز إربد بما فيها جرش، منطقة الوسط ومركزها السلط، منطقة الزرقاء، منطقة طبعا عمان، ثم منطقة الجنوب وتمتد من مادبة إلى العقبة. وكان يعني العدد ملفت للنظر، ما كان يعني حتى القيادة لم تكن تصدق أنه لدينا هذه الأعداد التي تأثرت بما جرى ومن انتشار للثورة في الأردن. بطبيعة الحال الوضع كان لسه القيادة ما أجت، فإحنا قمنا على أخذنا على عاتقنا بعض المهام التي لها علاقة بالقيادة. فأذكر أني أنا أسست المركز الرئيسي لصوت العاصفة، فتحت لنا في القاهرة بعد ذلك صوت العاصفة من الإذاعة المصرية، وأسست المكتب المركزي في عمان في جبل الجوفة، وكان في الأخ أحمد الأزهري، وكان فيها الأخ أبو الصادق، وحتى الأخ صخر حبش كان له مهام تنظيمية وموجود برضو كمان في المركز. ثم أسسنا المركز الرئيسي للتموين، كان التموين نهيئه في إلنا فرن، إلنا مستودعات، إلنا كذا، ومنه تنطلق السيارات لكي توزع على القواعد في الأغوار وفي غيرها، توزع التموين الذي كنا من خلال الإقليم نسعى إلى إيجاد عملية الشراء وغيره، إلى أن انفصل التموين وأصبح له قيادة خاصة. وجاءت القيادة فأكملت موضوع العمل الإعلامي حيث سيطر بذلك الوقت. بعد ذلك أصبحت القواعد العسكرية يعني تفتقر إلى عملية التثقيف، فأسندت إلي مهمة التوجيه السياسي. يعني كان في كل قاعدة مفوض سياسي، هذا المفوض أنا أذكر كنا كتبنا له شو اللي سنكون، كان يعني مقاتل نموذجي، ما من دورية كانت تنزل إلا فيها المفوض السياسي الذي يعبئ ويحث. هذا المفوض السياسي كنا نقول أنه مهمة التثقيف والتوجيه، وكانت نطبع الكراسات والتعاميم والنشرات ونرسل لهم المجلات، فكان هو المسؤول عن كل هذه العملية. ثم عملته وفتحنا مدرستي كادر، واحدة في منطقة وادي السير وواحدة في منطقة جرش. كنا نأتي بالمفوضين السياسيين، ندربهم، نعلمهم، ونرسلهم لكي يكونوا مقاتلين نموذجيين. شايف كيف؟ هذه هؤلاء المفوضين السياسيين اللي أنا طبعا أسستها مع شديد الافتخار، شايف كيف؟ كانت نموذجا للمقاتل القائد، بحيث أنه قائد القاعدة نائبه مفوض سياسي. وأذكر أنه لما صارت معارك أيلول استشهد في عمان 24 مفوض سياسي كانوا على رأس العمل. هذا طبعا عملنا. بالإضافة لذلك طبعا احنا في الأردن كنا نمتاز بشيء ليس متوفر للتنظيمات الأخرى، أن التنظيم الذي بنيناه هو الميليشيا، فكان نحمل التنظيم على أن يكون هو التنظيم المسلح، يعني ما هو متفرق، وكان ينزل إلى القواعد العسكرية عشرات إذا لم يكن مئات من هذا التنظيم، موظفين ومهندسين ومحامين وكذا الآخرين، ينزل للتعايش مع القواعد العسكرية، وبعضهم ينزل يقاتل ويستشهد في العمل العسكري. أذكر أنه الأخ كمال عدوان الله يرحمه كان مسؤول الإعلام، فكان إحنا بدل ما نجيب مسلحين يحرسوا مواقعنا، كان الإعلام وكان المكاتب الرئيسية والإدارة المركزية والتموين
فبدل ما نجيب مقاتلين نحرسه كان التنظيم المسلح يحرس ويستبدل منوبات الحراسة بهذا الشكل. يعني أذكر مرة هيك للطرافة إنه مرة الأخ كمال بيقول لي قدري أنا بحط لك الطاعة. قلت له خير إن شاء الله. شو اللي بخلص؟ قال لي الليلة أنا الساعة 1:30 طالع من المكتب بالليل، فوجدت حارس على الباب بيقول له مرحبا يا أخ كمال. قال التفت وإذا بالحارس إبراهيم أبو عياش نقيب المهندسين. طبعا الأخ كمال كان مهندس وبيعرف إبراهيم عياش، فوجد أنه إبراهيم عياش عم يحرس مكتبه. قال التنظيم الذي يقوم بهذا الدور تنظيم أستطيع أن أضع يعني أو أرفع له الطاعة أنه كان تنظيما غير عادي، يقوم بمهمات القتال، يقوم بمهمات الحراسة، يقوم ب ب ب ب إن صح التعبير ردف المقاتلين بالمقاتلين، يفرز المفوضين السياسيين. كل هذا كانت تجربتنا في الأردن. طبعا كان عندنا لجنة تقليل، كان الأخ أبو ماهر أول شيء معتمدها، ثم راح مسؤولا عن الإدارة العسكرية، فأصبحت أنا المعتمد في الأردن عن التنظيم طبعا والميليشيا وكافة القضايا الأخرى. كان الأخ أبو داود عضوا في لجنة الإقليم مسؤولا عن الميليشيا. كان الأخ ناجي علوش مسؤولا عن جزء من التنظيم وعن عملية التثقيف. كان الأخ صخر حبش مسؤولا عن جزء من التنظيم وعملية التثقيف. كان الأخ أبو الرائد الأعرج عضوا في لجنة الإقليم. كان الدكتور عبد الرحيم عضوا في لجنة الإقليم. كانت لجنة الإقليم متجانسة، وهذه اللجنة كانت على قدر كبير من القدرة على القيادة. لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل كيف تعامل بعض الناس في داخل حركة فتح مع هذا التنظيم إلى الدرجة التي شوشت شغله في كثير من الأحيان. يكفي أن أقول أنه هذا الحكي استمر من عام 67 حتى عام 1970.